ورشة السيناريو اللي أنا مأسسها اسمها موفي ثيرابي، معايا أحمد خالد فؤاد صديقي بيكتب معايا فيها. عاملين لأول مرة تجارب كتيرة يعني، دلوقتي شغالين على فيلم كده بطولة جماعية. اتفضلي. عاملين فيلم بطولة جماعية مع أصدقائي من اللي هم كانوا معايا في قهوة سادة. معانا فيلم بنقدمه أنا ومحمد فراج ومحمد سلام، ومعانا بقى ضيوف شرف كتير جدا في الفيلم. هي أول تجربة ليا بصراحة في موضوع الكتابة. انا قدمت ورش قبل كده كتير، لان انا كنت بدرب من فتره يعني منهج اسمه مايزنر تمثيل سينمائي. فالموضوع يعني الواحد مش مقتصر على التمثيل يعني، على قد ما يقدر يبقى ايه في حاجات بقى في الكتابه، حاجات في التدريب، لان انا كل ما بدرب تمثيل ده بيزود عندي انا بصراحه حاجات في التمثيل كتيره يعني. تابعونا ان شاء الله باذن الله لما الفيلم ده ينزل، ويا رب يعجبكم باذن الله.